السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. تصنيف موريتانيا الجديد من طرف منظمة الشفافية العالمية يثير ردود فعل متباينة، والحكومة بصدد مراسلة المنظمة. الدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي تدعو أطراف المشهد السياسي الليبي إلى مصالحة وطنية تنهي الصراع المسلح. فرانسوان داي يقول إن قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيتم تخفيضها تدريجيا في غامبيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أثار تصنيف موريتانيا في المرتبة 42 بعد 100 من قبل منظمة الشفافية العالمية ردود فعل متباينة، فقد اعتبر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة التراجع برهان على ما سماه تفاقم سوء الحكامة والتلاعب بالثروات الوطنية، فيما أكد وزير الاقتصاد والمالية المختار للجاي أن الحكومة الموريتانية ستراسل منظمة الشفافية العالمية لاستبيان أسباب تراجع موريتانيا في الترتيب الصادر عن المنظمة. متابع. صنف تقرير منظمة الشفافية الدولية موريتانيا في المرتبة 142 دوليا للعام 2016، حيث أحرزت خلال العام المنصرم 27 نقطة فقط، متأخرة بدرجات قليلة مقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة والتي ظلت خلالها تراوح بين نقطتي 31 و32. التقرير أثار ردات فعل متباينة، ففي الوقت الذي احتفت به المعارضة دون عنه وزير الاقتصاد والمالية مقدما تعهدا بمساءلة المنظمة ومقدما تفسيرات تتهم التقرير بالانطباعية والتأثر بشكل كبير بما ينشر ويتداول من معلومات عن الشفافية والرشوة في بلد ما، مؤكدا على عدم تقليله من شأن هذا المؤشر. وأضاف الوزير أنه لا يقول إنه لم يبقى هنالك فساد ولا رشوة في بلادنا، بقدر ما يريد أن يؤكد أن هنالك تراجعا عاما في معظم الدول المحيطة بموريتانيا، ودعا إلى ضرورة الحذر من بناء أحكام على مؤشر مؤسس على انطباعات عينة كثيرا ما تكون غير عشوائية من أجل ألا يقول شيئا آخر. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة انتقد في بيان صادر عنه أداء الحكومة قائلا: وقد أظهر هذا التقرير أن بلادنا لا تزال في ذيل هذه القائمة، بل وأخطر من ذلك إنها قد تقهقرت ما بين 2014 و2016 من الرتبة 124 إلى الرتبة 142 من أصل 176 دولة شملها هذا التقرير، مما يبرهن على تفاقم سوء الحكامة والتلاعب بالثروات الوطنية. وكان التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الدولية الشهر الماضي قد صنف موريتانيا في الرتبة 125 من أصل 139 دولة في مجال مناخ الأعمال، في الوقت الذي لا تزال فيه بلادنا تحتل الرتبة 160 من أصل 180 دولة حسب تصنيف البنك الدولي. واعتبر المنتدى أن هذه الأرقام المتواترة والصادرة عن منظمات دولية ذات مصداقية ليست غريبة على بلد ينافس فيه الممسكون بالسلطة رجال الأعمال على المقاولة والتجارة، ويوزعون على أسرهم ومقربيهم الأراضي الثمينة وحصص الأخطبوط بوليب الغالية، ومع ذلك ينظمون الاحتفالات والمسيرات التي يقودها وزراء الحكومة احتفاء بالشفافية ومحاربة الفساد. أصدرت الدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المنظمة ببراسافيل حول الوضع في ليبيا أصدرت بيانا في ختام أعمالها، دعت فيه أطراف المشهد السياسي الليبي إلى مصالحة وطنية تضع حدا للصراع المسلح القائم. وتضمن البيان الختامي خارطة طريق حول سبل تحقيق حل سلمي للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا سيقدم إلى القمة الإفريقية المرتقبة. نتابع المزيد ضمن هذا التقرير. توجه الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز الجمعة إلى برازافيل عاصمة الكونغو للمشاركة في اجتماع اللجنة عالية المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.
تشهد العاصمة الكونغولية برازافيل اليوم انطلاق أعمال اجتماعات لجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا. ومن المقرر أن يشارك بالاجتماع الذي يفتتح الرئيس الكونغولي ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس الاتحاد الإفريقي إدريس ديبي ومبعوث الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى إلى ليبيا، الرئيس التنزاني السابق الذي سيقدم تقريرا حول التقدم الذي تم إنجازه بشأن الوضع في ليبيا. ويناقش المجتمعون إشكاليات الوضع الأمني في ليبيا والانقسام السياسي وتأثيره على الاستقرار بغية إيجاد حلول تمكن من استعادة هذا البلد المؤثر في إفريقيا لاستقراره السياسي وأمنه الاجتماعي عبر إيجاد حل يمكن من إنشاء جيش وشرطة ليبية بغية توحيد البلاد ووضع السلاح المنتشر في ليبيا تحت قيادة عسكرية متفق عليها ووقف حالة سيطرة جماعات ميليشيا الحرب بقيادة خليفة حفتر وفلول تنظيم الدولة المتحالفة معه وإعادة توحيد وتنسيق قوات الثوار في المدن المختلفة لضبط الأمن ووقف حالة الانفلات المؤثر على الاستقرار. كما تطرح قضية تدخل الخارجي في ليبيا نفسها على هذا الاجتماع، فما لم توقف الإمارات العربية المتحدة ومصر تدخلهم المنحاز للواء المتقاعد خليفة حفتر فإن البلاد لن يقر لها قرار ما لم توقف آليات التنافس لسيطرة على ليبيا والتي ينشط فيها المصريون والإماراتيون من جهة والقطريون والأتراك من جهة أخرى، بينما يدفع المجتمع الليبي ثمن صراع الأشقاء في المنطقة والإقليم فضلا عن أدوار سيئة للحلفاء الدوليين الداعمين للتدخل المصري الإماراتي. أعلن قائد قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الجنرال فرانسوا أنداي أن قوات المجموعة ستخفض مستوى حضورها بغامبيا بشكل تدريجي. ويأتي تصريح فرانسوا يوما بعد عودة الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو إلى العاصمة بانجول أياما بعد تنحي يحيى جامي عن السلطة ومغادرته البلاد نحو جمهورية غينيا الاستوائية للجوء. للشأن الفلسطيني، حيث أهاب ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بالدول الأوروبية إلى الالتزام الموضوعي والمنهجي بمقتضيات موقفها بما في ذلك التصدي لتوغل السوق الاستيطانية وعدم الوقوف عند خطوة وضع علامة لتمييز منتجات المستوطنات. مخاطبا في الدول الأوروبية التي أشهرت موقفها المناهض للاستيطان على منصة مجلس الأمن روح الالتزام بمقتضى إعلانها الصراح، دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى ضرورة إنفاذ قرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات تزامنا مع الموقف الدولي المضاد للاستيطان والحملات في العالم ضد منتجات المستوطنات والتعامل معها. وشدد الائتلاف على ضرورة إطلاق حملة دولية في أوروبا تحديدا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية في دولة فلسطين من أجل تجريم تداول منتجات الاستيطان في السوق الأوروبية وعدم الاكتفاء بخطوة وسم المنتجات إياها، مضيفا أن ذلك يستدعي خطابا فلسطينيا واضحا موجها للدول الأوروبية التي أعلنت لدى مجلس الأمن موقفها الرافض للاستيطان ابتغاء منع دخول المنتجات الاستيطانية ومتعلقاتها وعدم الاكتفاء بمجرد الوسم المميز. البيان تناول بالتبيين ما سماه الحديث غير المنطقي عن عروض أسعار في أسواق المغتصبات خصوصا تلك التي تفتح أسواقها على أراضي الضفة الغربية، معتبرا الاستثمار فيها جريمة اقتصادية تدعم المستوطن الحاصل على مجانية الأرض والإعفاء الضريبي المطلق، وتدعوه إلى خداع المواطن الفلسطيني بعروض أسعار ظاهرها التسهيل وباطنها الاستغلال وحشد التأييد للمشروع الاستيطاني. كما نوه الائتلاف بشراكته مع حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات BDS الدولية ومؤسسات شعبية فلسطينية متعهدا بمتابعة ملف ملاحقة مرتكبي دعم السوق الاستيطانية والمستثمرين في مجال نشاطها. من جانبه قال المستشار القانوني للائتلاف المحامي فريد الأطرش: إننا من الوجهة القانونية نستند إلى القرار بقانون وقرار مجلس الأمن المضاد للاستيطان، وسنتعامل في الائتلاف من منطلق قانوني بحت بحيث نضع قوائم بأسماء المخالفين ونستخدم علاقاتنا القانونية مع العالم ومع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لفضح المشروع الاستيطاني وفضح أي شراكات مع مستوطنين ولو في الخفاء.
وكذلك فعل الازدواجية الغربية بعملية التصرف السياسي حين تقف بأصحابها الممارسة دون مدى التفعيل الموضوعي، يعلنون بشكلي موقفهم ما ليس في مفعل التزامهم، يوصون بوسم منتجات المغتصبات الفلسطينية لأن ظاهر إقرارهم الرسمي إدانة إقامتها على أراضي الضفة والقطاع، ويفتحون باب السوق الاستهلاكية الاستيطانية على مصراعيه أمام بضاعة تلك المغتصبات، يجعلون حقوق الإنسانية الفلسطينية قراطيس مزايدة يبدونها ويخفون كثيرا. إلى شأن منفصل، حيث اختتمت جمعية فرقة شروق المسرحية تخليد ذكرى تأسيسها الثانية في العاصمة نواكشوط بعرض مسرحي حمل عنوان اعتراف وسط حضور ثقافي متنوع. وأكدت الجمعية سعيها إلى النهوض بالمسرح في موريتانيا رغم التحديات الجمة التي قالت إنها تواجه سبيل تحقيق ذلك. فرقة شروق المسرحية تحاول من خلال هذا العرض الذي يأتي مناسبة لتخليد الذكرى الثانية لتأسيس الفرقة، تحاول تحسين الصورة النمطية التي تركبت عبر السنين لدى المجتمع الموريتاني عن المسرح، وتحسينها وتقريب المسرح باعتباره مجال وقطاع فني هام يعكس الصورة الحقيقية والصورة الإبداعية التي تمثل المجتمع الموريتاني وتراثه وأصالته وحقيقته والتفاعلات التي تعيشها القوى المكونة للمجتمع. فرقة شروق تحاول تجديد المسرح الموريتاني، استطاعت من خلال عرض اعتراف لمخرجه محمد سالم ولخليه جذب اهتمام الجمهور وفرض الإنصات إليه والهدوء، وهو ما شكل بادرة جديدة من قبل هذه الفرقة التي نشكرها جزيلا على هذا العرض، ونتمنى أن تتواصل فعاليات وأنشطة هذه الفرقة وتقوى بدعم رسمي من أجل بناء مسرح جديد على اللبنات التي أسسها ووضعها رواد هذا الفن. نظمت جمعية هبال الأعمال الخيرية ورشة تدريب بالتعاون مع المعهد العالمي المعتمد من طرف هيئة الأمم المتحدة بنواكشوط حول تطوير المشاريع، ويتضمن التكوين على مدى يومين كيفية إنشاء المشاريع الصغيرة وبلورة الدراسات المتعلقة بها. خلال هذه الدورة أو اليومين التكوينيين التي تمثلهم جمعية هبال الأعمال الخيرية بالتنسيق مع المعهد العربي للتدريب والتكوين حول دورة أبدأ وطور مشروعك، هذه وخلال هذه اليومين إن شاء الله سيكون المتدرب قادر إن شاء الله على معرفة كيفية أداء أي مشروع أو مشروع مصغر، وكذلك ستكون لديه دراسة عامة حول مفاهيم. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. تصنيف موريتانيا الجديد من طرف منظمة الشفافية العالمية يثير ردود فعل متباينة، والحكومة بصدد مراسلة المنظمة. الدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقي تدعو أطراف المشهد السياسي الليبي إلى مصالحة وطنية تنهي الصراع المسلح. فرانسوا أنداي يقول إن قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيتم تخفيضها تدريجيا في غامبيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان.